السلام عليكم ورحمة الله. تأطير مقلوب عدد حقيقي غير منعدم. إذا نبدأ بالتعريف، أو X و Y عدد حقيقي غير منعدم، بحيث A محصور بين X و Y. إذا فواحد على A كيرجع محصور ما بين واحد على Y و واحد على X، يعني الترتيب كيتقلب. ناخذ شي مثال. إذا 3 محصورة ما بين 2 و 7، فالمقلوب ديال العدد 3 شنو كنديرو؟ كنقلبو، يعني هنا كيرجع المقلوب ديال 7 وهنا المقلوب ديال العدد 2. طيب الحال ناقص الاعداد تكون عندها نفس الاشاره، اما اعداد كلها موجبه او لا كامله سالبه. اذا ناخذ واحد المثال تطبيقي. اكس واي عدد حقيقيين، بحيث عندنا x محصورة بين 3 و 7 و y محصورة بين 5 و 9. السؤال يقول أطر x على y. إذا هاد x على y يمكن لي نكتبها بكيفية مختلفة، فهي في الأصل هي x مضروبة في 1 على y، أو 1 على y مضروبة في x. هذا راه عندهم نفس التعبير، سواء كتبت x على y ولا x مضروبه في 1 على y ولا 1 على y مضروبه في x. اذا حنا غنأطرو x على y، اذا غادي نأطرو هذا الجداء، هذا x مضروبه في 1 على y. اذا x عندي مأطره، خصني نأطر 1 على y. اذا لدينا y محصوره بين 5 و 9، اذا 1 على y كنقلبو، اذا هنا 1 على 9 وهنا 1 على 5، ولدينا x محصورة بين 3 و 7. إذا هنا غادي نأطرو جداء عددين جداء. إذا مادام عندنا هاد لي بوغن كلهم موجبين، 1 على 9 و 1 على 5 و 7 و 3، فالترتيب ما غاديش يتغير. إذا عندنا x مضروبة في 1 على y محصورة بين 3 في 1 على 9 و 7 في 1 على 5. إذن x في 1 على y هي x على y محصورة 3 في 1 على 9 هي 3 على 9 و 7 على 5. 3 على 9 عندنا إمكانية الاختزال بالعدد 3، إذا كيبقى لنا 1 على 3، وهنا عندنا كيبقى لنا 7 على 5.